مظاهر الفرح تظهر للعيان في صغرتها. مشاهد الفرح طبعا كريستين هي موجودة بالنسبة إلى الصغرتويين وأيضا خارج منطقة صغرتا، ولكن أما ملامح هذا الموضوع على الطرقات في صغرتا وأيضا في قضاء صغرتا، نتحدث فقط عن هذا الدوار أو نحن بالقرب من منزل الرئيس سليمان فلنجية الجد، طبعا ليس هناك أي صور وليس هناك أي مظاهر لهذا الموضوع، ولكن إلى جنبي أيضا السيدة حسنة سعادة حضرتك مديرة موقع الإلكتروني لتيار المردة، أي تحضيرات أي استقبالات أو لا الموضوع بالنسبة لكم بعد ما لا نحن يعني اكيد قلوبنا فرحانه وكثير نحن شاعرين بفرح عارم، ولكن نحن لوجستيا على الارض ما عم نقوم بشيء لانه بعد ما حلا يعني بعد بدا وقت، لما بينتخبوا بتجي على صغرتها وبتشوفي كيف بتكون صغرتها بوقتها. نحن عم نحكي عن انتخاب ولا خلص يعني بالنسبه لكم انحسم الموضوع ولا لا؟ يعني انا بحب نتشارك مع المشاهدين هذا الموضوع، يعني اليوم وسالتك هذا الموضوع سابقا، اليوم تم في اتصال بين الرئيس الفرنسي وايضا الوزير سليمان فلنجية، قلتي لي انا لو انا بترجع لي ما بكتبها هيك، كيف بتبقى تلقى رئيس الجمهوريه اللبنانيه، بس ما بدنا نحكي عواطف، بدنا نحكي واقع ملموس على الارض. نحن عواطفنا كلها نحن بنتمنى هلا يكون رئيس، هو بالنسبه لنا اكبر من رئيس جمهوريه، يعني مش اكبر من الوطن، بس نحن بمستوى زعيم فخامه زعيم نحن بنقول له لبنان اذا انتخب سليمان فرنجي ما بيكون خسران ابدا. طب هل في ملامه لبعض الحلفاء او لبعض الخصومات؟ نحن ما علينا نلوم، كل واحد بيعمل هو اللي بيشوفه مناسب وان شاء الله يكون اللي مناسب هو لخير الوطن. لا جواب سوبر دبلوماسي، يعني هيدا ما فينا يعني صغرتوية عادة ما مفترض هذا الجواب، في شيء أكثر صدق بهذا الموضوع؟ لا نحن بنتمنى حلفائنا يكونوا إلى جانبنا وعلنا، بس في مشاورات، وليش لا حلفائنا نحن معنا، ولا يوم نحن كنا ضدهم ولا يوم هن كانوا ضدنا، في مشاورات وفي اتصالات والخير الله يقربه. السيدة الأولى؟ السيدة الأولى بتاخذ العقل، يعني الله يهني لبنان فيها إذا انتخب. مين بتكون السيدة الأولى؟ السيدة الأولى هي سيدة صغرتا وسيدة إن شاء الله قصر بعبدا الست ريما فرنجية. كنت قلتي لي إنه هلا أيضا في تحضير لتقرير بنشرة الساعة 8، ولكن كنا عم نحكي عن مكتب جديد لتيار المردة. نحن هيدا القرار كنا اخذينه من 6 شهور انه بدنا ننقل بدنا نكبر مكاتبنا، ما كان بعد في حديث عن رئاسه الجمهوريه يعني نحن تكون للوزير الفرنجي، ان شاء الله بيكون هالتكبير وجه خير علينا كمان. لوين؟ على بعبدا؟ ليش لا؟ نحن بنستاهل، ما من الرؤى من الاقطاب الاقوياء كمان، وما نحن ما عندنا اجرين وما رؤساء على تاريخنا بيشهد عنا. شكرا لك، شكرا لك استاذ حسنة. كريستين يعني السيدة حسنة كانت هي كأبر يعني أبلغ كلام عن موضوع الصغرتويين. لا واضح الحماس رشال، واضح هذه المنطقة، واضح الحماس بالنسبة إلى الصغرتويين وإلى هذه الأشياء، حتى يعني صدفة قبل أن نكون بهذا النقل المباشر مرت أيضا سيارة وكانت قد وضعت على الصورة الأمامية للزجاج فخامة الرئيس وصورة للوزير سليمان فلنجية. طبعا أعود وأذكر أن مظاهر الاحتفال أو مظاهر أقل هذا الأمل الموجود لدى هؤلاء في منطقة صغرتا وفي منطقة إهدن طبعا لا يزال في القلوب، ويقولون بأن أصلا صغرتا وأصلا آل فلنجية وحتى آل معود يعني قد اعتادوا على هذه الزعامات واعتادوا على هذه المناصب رئيس للجمهورية، وتحديدا نتحدث عن أن الجد يعني جد الوزير وهو الرئيس أيضا سليمان فلنجية كان قد انتخب رئيسا للجمهورية عن عمر 60 عاما، وإذا ما انتخب اليوم الوزير سليمان فلنجية فسوف ينتخب عن عمر 50 عاما. إذا صغرتا وقضاء صغرتا وطبعا الشمال بانتظار هل سوف تتبلور هذه التسوية وهل سوف يتبلور اسم الوزير سليمان فلنجية ليكون رئيس الجمهورية المقبلة نعم أم لا؟ هناك تقرير مفصل في هذا الموضوع عند الساعة 8 من هذا اليوم كريستين. بالانتظار رشال كرم. شكرا.